هو بابا نويل بعت هاي المرة لهون لتكون كرمز للسعادة لأمك. عم تحكي عن جد؟ بتشوف؟ هي معناته رح روح أحكي لرفقاتي. لحظة شوريا استنى. إيشان؟ ليش قلت لشوريا هالحكي؟ ليش خليت الصبي يتأمل؟ أنا ما أملته على الفاضي، كل يلي عملته إني قلت له الحقيقة بس. بهالعيد المميز هاد اجتنا هاي المرة كهدية مميزة، جاية ترادة والحقيقة يلي حكت لنا إياها هي أكبر مساعدة إلنا. خاصة بقضيتنا هلا. سامرات ما بيقدر يتزوج مرة تانية، لأنه لحد هاللحظة طلاقه من أورمي لسه ما صار بشكل قانوني. وشغلة تانية كمان، موكتي قالنا إنه رادا مانا متزوجة، وهذا بيعني إنه أهل سامرات لسه ما بيعرفوا بموضوع الزواج، وهذا بدل على إنه سامرات عم يضحك عليها للبنت مو أكتر من هيك. يعني الأستاذ سامرات عم يوهمها إنه متزوجها وهو بس عم بيقضي وقت معه، وهالشي رح يعمل له مشكلة بالمحكمة. أورمي ما قلت لك؟ مو مهم قديش الحرامي ذكي، لأنه إلا ما يرتكب شي غلطة توقعه وتكشف حقيقته قدام كل الناس. لهيك نحن لازم نستغل هاي الغلطة بالمحكمة بجلسة بكرة، ومنشوف وقتها. هاي المصاري، هدول 5 مليون، قرار كتير سليم. هات تعطيني لقلك. بتمنى ما تخليني اندم، لاني رح ادفعك الثمن غالي. هدول المصاري تعبي يا استاذ. طول بالك يا رجل. قلت لي تعبك ولا هالحركات؟ هدول عن جد من تعبك ولا انت جبتهم بطريقه تانية ومو قانونيه مثل عادتك؟ قديشك واحد لئيم. بكل حياتي انت اول واحد بيقدر يتطاول علي ويهني وانا ساكت. بس مو انا اللي بينحكى معي بهي الطريقة يا حضرة المحامي، الزام حدودك معي. احسن ما خليك تندم وورجيك قيمتك. بتمنى تفكر مرة تانية اذا عندك اي شك فيني أو متردد شوي. فيك تاخد هدول المصاري وتروح بحال سبيلك. لا أبداً، ما عندي أي شك، بس بتمنى ما أندم. خدون. وليك بتعطي المصاري للقاضي وبتقله أنه الوصاية تبع ابني رح تكون إلي بأي شكل. فهمت علي ولا لا؟ فهمت عليك، رح أمشي. لحظة استنى، في شي تاني؟ بدي إيصال بالمبلغ. بصراحة يا سامرات أنت بتعجبني، لأني بحسك بتشبهني كتير. كل الشغل اللي عملناه شي مرة أخذت إيصال مني؟ لا ما هيك؟ لكن ليش بدك إيصال هلا؟ إذا عندك ثقة فيني خليني كفي الموضوع، وإذا ما عندك أنا فيني انسحب. ماشي خلاص كمل شغل، وبس توصل لهنيك فورا بتخبرني. طيب شرف. صراحة أنا اتصلت فيك اليوم لأنه السيد بيدي بده يخلص الاتفاق. عن جد؟ ويا ريت يكون بسرعة بلا ما يطلع لنا مشاكل، ما هيك سيد بيدي؟ بالحقيقة عيلته جايين من برا بهاليومين. إيه أكيد أكيد، ساوي شو ما بدك، بس البيت فيه ورشات لساتها عم تشتغل فيه، لهيك بدكم تستنوا فترة. ورح سلمكم البيت بأحسن ما يمكن ومو ناقصه شي أبدا. طيب بما أنه نحن متفقين، خلينا ننهي باقي الإجراءات ونستلم البيت. ماشي. أنتي أخذتي دفعة أولية صغيرة، لهيك نحن لازم نكمل باقي العملية. طيب، بس بصراحة بدي 400,000 روبية زيادة. بتعرفوا تجديد البيت مكلف وأنا حطيت كتير مصاري. مدام هالشي رح يسبب لي مشكلة، لأنه أنا عملت حساباتي على المبلغ، غير هيك عيلتي جاية. البيعة لازم تنتهي اليوم وبأي شكل. احكي لك كلمة، ليش ساكت؟ أكيد أكيد لا تاكل هم، مثل ما بديك. رح نعطيكي 400,000، بس هدول بتاخديهم دفعة واحدة مع بقية المبلغ، موافقة هي؟ إيه متفقين، ما في أي مشكلة.
أنا كل يلي بيهمني المصاري ما بيهمني كيف رح تعطيني إياهن. كرمال هيك بس تعطيني المبلغ بالكامل أنا بوقالك على العقد دغري. إيه؟ لحظة مدام، نحن رح نعطيكي شيك بهالمبلغ واليوم إذا بتحبي. طيب. والمبلغ المتفقين عليه رح تاخديه كاش، بس بعد ما حضرتك تسلمين البيت طبعا. إذا هيك ماشي، بس أنتو إمتى رح تعطوني الشيك؟ لأنه لازم روح وحطه بالبنك لما بحس إنه المصاري صارت بإيدي برتاح أكتر. إيه؟ اهدي مدام، بس تقدمي الشيك للبنك رح تاخدي المصاري بعد يومين، هيك العادة. إيه صح صح، إذا هيك ما في مشكلة. يلا أستاذ أعطيها الشيك. مدام شو أكتب الاسم على الشيك؟ سيشالا سينغراثور. طيب هات عطيني الشيك. تمام، بس هلأ لازم روح وافتح حساب جديد بغير بنك وحط الشيك بالكامل هنيك. فهمني ليش رادة بدها توقف معنا وليش لحتى تروح تشهد ضد سامرات؟ مو حاسس إنك عم تبالغ بعدين ما شفتها؟ كانت عم تدافع عن سامرات كل الوقت. سامرات لبسها طوق الزواج برقبتها وهاد معناته إنه هي مرته. شفت بعيونها حب وثقة كتير كبيرة. ما بتخيل تقبل تساعدنا. لازم نعترف إنه سامرات قادر يقنعها ويلعب بعقلها منيح. نحنا بنظرة هلأ أعداء مو أكتر. برأيي ما رح تعمل شي ولا حتى حتساعدنا، بس بأي لحظة ممكن تعمل أي شي كرمال سامرات. هي عن جد بتحبه لهالتافه. طيب اسمعي لقلك، ما رح تقبل تحكي معك بس أكيد رح تحكي معي، لأن بتعرفك وبتعرف إنك مرته لسامرات، بس ما بتعرفني إلي، حتى إن ما بتعرف إني المحامي تبعك ولا حتى رفيقك. أصلاً نحن التقينا مرة واحدة لما كانت عم تشتري طوق الزواج إذا بتتذكري، ولما كانت هون مبارح كنت لابس ثياب بابا نويل، فأكيد ما بتكون شافتني منيح. أنا غريب بالنسبة إلها مزبوط؟ ما فهمت شو عم تحاول تعمل؟ أنا عم حاول أقول إني بقدر أحكي معه وبقدر أتقرب منها لحتى أوصل للشي اللي بدي إياه. قلت لك إنه هالمرة بتحبه كتير ومستحيل تسمع منها أو حتى تقول شي ضده. ماشي، ما رح تساعدنا ولا حتى رح تعمل أي شي ضده لسامرات. بس خلينا نفترض كمان إنه ممكن إنه تعمل أي شي لصالحه، ساعتها بستغل الموقف. ما فهمت. أنت من شوي قلتي إنه بتحبه لسامرات كتير وبتدافع عنه كمان. نحن لازم نستفيد من هذا الحب وبأي شكل. صحيح رادا، كنت بدي أسألك ونسيت، شي مرة سامرات حكالك أو قالك شي عني؟ لا، سامرات نبه علي كذا مرة ما أحكي مع حدا أبدا. بصراحة نحنا لسه ما قلنا لحدا، يعني ما حدا بيعرف بزواجنا. هيك لكان، معناتها كل شي كنت عم فكر فيه طلع مزبوط. بعرف هالشي، بس هو بيقول لي كل شي بصفتي المحامي تبعه. أنا عم قلك هيك لحتى تطمني وتحكي لي أي شي بيخطر لك بدون ما تخافي، ماشي؟ قلي لي هلأ، أنت جبتي سيرة لقرايبينك إنك تزوجتي أو في حدا بحياتك؟ حدا عرف بسامرات شي؟ لا، سامرات قال لي إنه من هلأ ليتطلق بشكل رسمي ما لازم نحكي لحدا أي شي. قال لي كمان بس يتطلقوا أنا وياه رح نتزوج ورح يعمل لي عرس كبير كتير. تماماً، بس وقت يحصل على الطلاق ما هيك؟ يعني قبل ما يتطلقوا هو وأورمي هذا الزواج مانو رسمي ولا حدا رح يعترف فيه. لهيك اسمعيني منيح شو رح قلك هلأ. أنا اجيت لهون لحتى أطلب منك المساعدة، فهمتي علي؟ المساعدة؟ أنا شو بيطلع بإيدي؟ ليش عم تقولي هيك؟ أنتي مرته بالنهاية، تقدري تعملي يلي بدك يا. ليكي رادا، سامرات ما بيقدر يحصل على الطلاق إلا إذا حكيتي، ولا رح يقدر يحصل على وصاية ابنه. هيك كل مشاكلك بتنحل وكل مشاكل سامرات والتوتر يلي عايشة فيه رح يختفي. قلي لي انت هلأ عن جد حابة تساعدينا؟ مو مشاني أنا، مشان سامرات. بس حضرة المحامي أنا شو بقدر أعمل؟ ما تخافي، ما في شي صعب، انت بس عليكي تيجي على المحكمة وتشهد. بدك يعني اشهد بالمحكمة؟ بس ايه آسفة، ما فيني روح على المحكمة. بعدين أنا على شو بدي أشهد؟ لا أستاذ، أنا ما فيني أعمل هيك شي بالمرة. إذا بتريدي اهدي شوي ولا تخافي، عدي خليني فهمي. خلص اهدي، عدي شوي لو سمحتي. اهدي رادا، ما في داعي تخافي كل هالقد، أنت بس وثقي فيني وأنا رح أقول لك شو تعملي.
كل يلي بدي اياه منك انك تجي على المحكمه وتجاوبي على اسئلتي بس، واعتبري انه هدول الاجوبه هن يلي رح ينقذوا حياه سامرات ورح تخليه ياخذ وصايه ابنه، بعدين هيك رح يقدر يحصل على الطلاق ورح تقدري تقضي كل حياتك معه يا رادا. وهي الاهم من كل هاد انك رح تصيري زوجته قانونيا ورح يعلن زواجه منك قدام كل الناس وبدون ما يخاف من حدا. بس سامرات ولا مره جاب لي سيره انه بده مساعدتي. ليش ما عم تفهمي علي؟ قلت لك قبل شوي انه سامرات ما بيطلب مساعده حدا، فهمتي؟ غير هيك ما اجى من قلبه انه يورطك بقصص المحاكم وهالشغلات الصعبه. كلنا منعرف انه كبرياءه ما له حد وما بيقبل يطلب من حدا شيء، خاصه بهيك قصص. بس انت مرته ما هيك؟ يعني من واجبك هلا توقفي معه وتساعديه. لهيك لازم تشهدي كرماله بالمحكمة ليرجع له ابنه مرة تانية وبسرعة. طيب ما قلت لي بالمحكمة شو لازم أقول؟ ما رح تحكي كتير، هنن كلمتين بس. رح تقولي إنه أنت وسامرات متزوجين، وإيه؟ لازم تقولي للقاضي كمان كيف هو تزوجك بالسر مشان ما تعرف مرته أورني، وقديشكن عايشين حياة سعيدة وهادية وما فيها مشاكل، مو أكتر. يعني رح يحصل على الطلاق بس قول هيك للقاضي؟ إيه أكيد بدون شك. لما بتروحي على المحكمة وبتحكي للقاضي هيك رح يقدر قديشك بنت بريئة وزوجة صالحة، وإنك عم تحاولي تساعدي لزوجك بكل محبة لتكملوا حياتكن بسعادة، بس ما عم تحصلي على الاحترام يلي بتستحقيه. وكوني متأكدة كرمال هاي النقطة بالذات سامرات رح يحصل على الطلاق بهي الطريقة وكمان على وصاية ابنه شوريا. عن جد؟ أكيد هالشي رح يصير؟ إيه أكيد، وثقي فيني. أنتي ليش مانك مصدقة؟ فكري من وجهة نظر القاضي، يعني أكيد القاضي بده يسأل حاله إذا سامرات رح يقدر يربي شوريا ويدير باله عليه لحاله ولا لا. وهون رح يجي دورك أنت، لأنه بس يشوفك ويعرف أنه سامرات عنده مرة ظريفة ومنيحة وبتحبه من كل قلبها رح يوافق يعطيه وصاية شوريا وبدون ما يتردد ولا أي لحظة. أنا قلت لسامرات من قبل أني رح أحب شوريا وعامله مثل ابني تماما. رادا أنت بنت كتير منيحة، إذا قلتي لسامرات هاد ما رح يساعدك بشي، لهيك أنت لازم تقولي هالشي قدام القاضي بس. طيب ماشي أستاذ، أنا رح أشهد بالمحكمة. كتير منيح، عن جد إنك زوجة مثالية. بس أنا لازم أطلب من سامرات يسمح لي، لأنه هو نبه علي إني ما أحكي مع حدا أبداً. أصحيك، ما في داعي، إذا بتقولي له شي رح تنزعي كل الخطة. لكن ما رح ساوي شي. لو سمحتي رادا حاولي تفهمي علي، إذا حكيتي أي شيء لسامرات ما رح يقبل وساعتها رح يخسر القضية كلياتها. ما رح أعمل أي شيء قبل ما أسأل سامرات، عن إذنك تأخرت كتير، هلأ بينشغل بالهم علي. ليش سامرات ما رجع لهلأ؟ بس يجي رح قل له كل شي صار معي، رح قل له إني شفت المحامي تبعه اليوم وطلب مساعدتي، إذا وافق وقتها رح روح أشهد بالمحكمة. سامرات لازم يحصل على الطلاق ووصاية ابنه. شو هالعلقة اللي ورطت حالي فيها؟ كأنه طلعت من جورة ومثل المجنون وقعت حالي بجورة تانية. خلصنا من أورمي، طلعت هي تنكد علي عيشتي. أهلين سامرات، كنت عم بستناك لترجع، بدك حط لك لقمة تاكلها؟ لا ما في داعي، أنا تعشيت برا وكتير نعسان، أنت كمان روحي وحاولي تنامي. سامرات استنى، أنا في شي لازم قلك يا ومهم. وشو هو هالشي المهم؟ ما تزعجيني هلأ، روحي. على القليلة اسمعني شوي. احكي شوفي. سامرات أنا لما رحت اليوم لأشتري غراض. سامرات حبيبي الحقني يا ابني، اتصل بالدكتور فورا، ما بعرف شو صار له ابوه. شو صار له ابي؟ قولي لي خير، شو صار له؟ ما بعرف يا ابني، فجأة داخ واغمي عليه، ما بعرف بس يمكن ضغطه طلع. طيب يلا انا رح شوفه. روحي جيبي لي شوية مي بسرعة، يلا لو سمحت اتصل بالدكتور. بترجاكي اهدي شوي، لا تخافي رح اتصل بالدكتور. ما في داعي تقلقي، بيكون ضغطه طلع شوي، تعالي. لكني لحقتك. you
أنا ما عم صدق ليك ومين عم يتصل. شوفي ليش عم تتصل فيني أستاذ؟ هذا لأنه القضية بكرة رح تنحل. أي طبعاً، شكلها كل الأمور بطريقة للنهاية، بس لصالحي أنا مو لصالحك إلك. اتصلت فيك بس لحذرك مشان ما تموت من الصدمة يلي راح تصير بكرة. ما راح كون سعيد إذا صابتك سكتة قلبية، بس معلش ما عندي مشكلة. لهيك أنت زبط كل أمورك مع الدكاترة والمشفى من هلا. واضح إنك رايق كتير. خلصني. يلا احكي اللي بدك تحكيه، خليك واضح. أنا بعرف كل شي عنك، وخاصة آخر عملة عملتها وكل عمايلك يلي ما نق قانونية، وراح تصفي بالسجن لوقت طويل. استنى استنى استنى، انت شو عم تخرف؟ شو هالحكي المسخرة هاد؟ هالحركات مو علي، لهيك روح العاب غير هون. يلي عم قوله الحقيقة إذا عجبك ولا ما عجبك. أنا حتى قدمت شكوى للشرطة، وبما أني رفيق الطفولة حبيت حذرك. شو رح يصير بعدين؟ بكرة أنت بتشوف. بعد هذا التليفون سامرات رح يجن ويعمل له خبصة كبيرة مثل العادة، وهلأ خلينا نشوف كيف ما رح يأثر عليك يا رادا. كيف وصل له الخبر أني رشيت القاضي؟ خير سيد راثور؟ أنت شو خبصت؟ ليش ما بتاخد احتياطاتك أكتر؟ كيف شغلة مثل هي بتنتشر بهالسرعة شبك؟ محامي أورمي حاكاني، هذا اللي اسمه إيشان التافه، وقال إنه بيعرف كل شيء وكان عم يهددني. كيف بيصير هيك؟ أنا رح جن وخايف يصير شيء، ما عم بعرف فكر كيف بدنا نحل المسألة هي هلأ. سيد راثور اهدى شوي. ليش متوتر كل هالقد؟ هذا الزلمة عم يحاول يستفزك. لا تشغل بالك، رح نربح القضية بكرة. ما في داعي للخوف، هدي لي أعصابك. أي غلطة بتصير رح حاسبك إلك، ما بدي أي مشاكل تصير. ماشي، أنا بدي أخذ شوريا على البيت بعد جلسة بكرة، وإلا ما رح أرحمك أبداً، فهمت؟ لهيك انتبه كتير منيح وخذ احتياطاتك أكثر. طيب. شو هالعلقة اللي علقتها؟ العمى قديشني بلا فهم. شو بدي ساوي؟ رح جن العمى. بترجاك سامرات اهدى، ما بقدر شوفك متضايق وعم تتعذب. أنا رح روح أشهد بكرة، وكل مشاكلك أكيد رح تنحل بالمحكمة. مستعدة ضحي بحياتي كرمالك. طيب، ألف مبروك البيت. شكرا. إيه، خلصنا كل الإجراءات والبيت صار إلك. أعطيني المصاري وخليني يروح. إيه؟ لو سمحت، بصراحة ما بدي أتأخر أكتر من هيك. إيه أكيد، معقول نأخرك؟ نحن أخذنا البيت ودول المصاري صارت من حقك، ما؟ إيه؟ يلا سيد بيدي، أعطيها المصاري، ما بدنا نأخرها أكتر. إيه إيه أكيد، تفضلي مدام، هدول 7.5 مليون كاش. روقي. هدول كاملين مو هيك؟ مو ناقص شي، عديتهم منيح؟ أكيد مدام، ولو؟ ايه كتير منيح، معناتها مبروك البيت، تتهنى فيه. لا استني، شو هذا اللي عم تعمليه مدام؟ ما بيصير تفتحيها بمكان عام، بلكي حدا شافها. هلا بتنسرق، سكريها بسرعة. ايه معك حق، منيح يلي نبهتني. انت دفعت لي كامل المبلغ ما؟ ومو ناقص شي؟ اكيد مدام، روحي على البيت وعديهن على اقل من مهلك، في كتير شرطة هون ممكن يشكوا بهالمبلغ بلا ما نلقط كلياتنا. عن جد؟ وكمان إذا كان في هون حرامي وشافي، إيه؟ صدقيني وقت حياتنا رح تضيع، والمصاري كمان. فهمتي علي مدام ولا لا؟ مو معقول، احكي لك كلمة حلوة تخلينا نتفائل، مو كله تشاؤم. هلأ صاروا المصاري معي، ما بدي أكتر من هيك. رح عيش 20-30 سنة مرتاحة، إيه؟ وما عاد احمل هم شي ابدا. اي مبروك، بس هلا روحي شوفيهم البيت على مهلك، ماشي؟ طيب، يلا امشوا. عن اذنك، نحن رايحين. اذنك معك، مع السلامة. خلينا نمشي من هون بسرعة قبل ما تكتشف انه ضحكنا عليها وتعملنا فضيحة، استعجل شوي. شكل السنة الجديدة رح تكون كتير حلوة علي وكلها دلال. رح صير ملكة زماني بهالمصاري.
هلا اوامر سامرات رح تنتهي واوامري انا يلي رح تمشي. وينك يا ترى تاخرت علي؟ لازم احكي معك بكم شغله مهمه. اليوم رح اقول لك منشان تاخذ لي موعد مع اهلك. بالنهايه نحن رح نتزوج، بس لحد هلا ما عرفتني على اهلك ابدا، وهي كمان صعبه. ما عم بفهم علي، ليش مأجل الموضوع كل هالقد؟ لو سمحت حاول تظبط كل الامور لبكره. ايه ايشان اجيت؟ شكرا لك. مرحبا، كيفك؟ منيح اجيت واخيرا قدرت اشوفك. انو ليلي، شو الموضوع؟ ليش كان بدك يانا نلتقي؟ شبك؟ ليش مستعجل كل هالقد؟ ما رح اتركك تروح، تفضل اقعد. بدي اقول لك كثير شغلات. يلا اقعد. وهي قعدت، هات احكي لي شو هالشغلات الكثيرة يا ترى؟ نحن باخر فترة ما عم نلتقي، في شغلات لازم نحكي فيها وانت ما عم تفضالي. مو قلت لك عندي كثير شغل، ليش ما عم تفهمي علي؟ فيكي تستني شوي؟ انت بتعرفي انه في عنا جلسة بكرة وانا بصراحة كثير متوتر بسببها. بعرف هالشيء ايشان، بس هذا الموضوع مهم كمان. اللي هلا انت فتحت الموضوع مع اهلك وحكيت لهم عني؟ عن شو بدي احكي لهم يعني؟ انا حابه اسالك اذا حكيت لهم عن زواجنا. حكيت لهم عن زواجنا؟ انو انت شو عم تحكي؟ مين اللي قال انه رح نتزوج انا وياكي؟ شو هي مين قال رح نتزوج؟ أنا رح أتزوجك، هيك اتفقنا صح؟ لا أنو، أكيد أنت فهمان الموضوع غلط. أنا ما قلت هيك شيء أبداً. ما بفكر فيكي غير كرفيقة لإلي، ونحن رفقات وقراب، ما هيك؟ نحن رفقات من زمان ورح نضل هيك. تضرب؟ معقول ما كنت تعرف تميز المسحة من الجد؟ أيو أنت مجنونة شي؟ شبي؟ شبك إيشان؟ ليك وشك شو صار فيه؟ انتي ما رح تتغيري يعني؟ وترتيني بهالمسحة الغليظة، فكرت عن جد انك فهماني مشاعري تجاهك غلط. حاش تضحكي هيك، هي مانا مسحة حلوة يا انو. بكرة عندي جلسة وكتير متوتر كرمال القضية وانتي واقفة عم تضحكي؟ يلا روحي من وشي، روحي، ماني فاضي للمزح. طيب انتي عن جد مو معقولة. طمني شو صار معك؟ قلي. ما عم صدق كيف واحد لطيف مثلك انت يواجه مشاكل ويتعذب بسبب إنسانة لئيمة. ما بتستاهل هالشي، بس انتظر يوم واحد، بكرة رح تشوف كيف كل المشاكل رح تروح وتختفي من حياتك. استنى حبيبي، ابنك رح يرجع لك ورح نعيش مع بعض بهدوء. مستحيل اسمح لحدا يزعجك بهالدنيا. رح حطك جوات قلبي حبيبي، وما رح خلي شي يأذيك.
بكرة كل شي رح يكون من الماضي. استنى ورح تشوف الحياة الحلوة معي. ما بقي كتير حبيبي سمرات، كل شي رح يتصلح. هذا أنتي؟ جناتي شو هذا اللي عم تعملي؟ ماسكة صورة سامرات وعم تحاكي؟ ما عاد همك حدا، كيف بتتجرأي تعملي هيك شي؟ قولي عم تحلمي بسلفي؟ لك انتي نسيتي من وين اجيتي؟ انا غلطت لما جبتك تشتغلي بهالبيت، ما بتستاهلي مساعدتي ابدا. انتي خنتي الايد اللي مدت لك، انتي مصيبة كبيرة وانا جبتها لحياتنا. كان شان اسكتي رادا، لا تسمعيني صوتي، بكفي بقى، ما بتستاهلي تكوني بهالبيت. بكره من الصبح رح تركبي باول قطار وترجعي على ضيتك فورا. لا كان شان لا تعملي هيك، ما بدي ارجع على الضيعه. ليش ما بدك ترجعي؟ احكي ليش. انتي غلطتي بس انا ما رح اسمح لك تغلطي اكثر من هيك. بكرة الصبح رح ترجعي على ضيعتك بأول قطار وأنا بنفسي رح وصلك لهنيك. إذا حدا بحس عليكي أنا يلي رح انلام لأني انضربت على قلبي وجبتك لهون. امشي كان شان، لا تسمعيني صوتك. اسكتي ما رح اسمح لك أبدا تعملي لي مشاكل مع بيت حماي. واصحك شوفك عم تحكي مع سلفي أو حتى عم تتطلعي في، مفهوم؟ تحركي. بس كان شان بدي أرجعك اسمعيني شوي. قضية 8095 سامرات سينغراسور وأورمي سينغراسور. الجلسة اليوم للنطق بالحكم لوصاية الطفل. بعدما سمعنا الشهود وبناء على جميع الأدلة سيتم الإعلان عن وصاية الطفل. المحكمة تطلب من المحاميين أن يتفضلا إذا أرادا إضافة شيء قبل أن ندلي بالحكم النهائي. أستاذ نيرانجان، أتريد إضافة شيء؟ لا يا حضرة القاضي، في جلسات السابقة كلها تحدثنا وقدمنا البراهين بانتظار سماع قراركم، لذا أطلب من محكمتنا الموقرة أن يكون القرار منصفاً، وبالطبع ليس لدينا أي شك بقراركم. أستاذ إيشان، أتضيف شيئاً يخص القضية؟ نعم حضرة القاضي، قبل أن تأخذ المحكمة أي قرار أنا أريد تقديم دليل مهم جداً عن طريق شاهدة استدعيتها، ولكن أحتاج لبعض الوقت رجاءً. ما الذي تحاول قوله أستاذ؟ حضرة القاضي، الشاهدة التي طلبتها في طريقها إلى هنا، وكل ما أريده من حضرتك هو منحي بعض الوقت. لا غوراف إجا اليوم ولا حتى رادا، شو عم يصير؟ حضرة القاضي، هذه خدعة منهم لتأجيل الجلسة، ولكن أعتقد أنهم يضيعون وقت المحكمة وهذا الأمر غير مقبول. إنهم لا يملكون شيء، أليس كذلك أستاذ إيشان؟ إن كان لديكم أي شيء أطلعون عليه، ولو أنني واثق أنه لا يوجد شيء البتة. نحن نضيع وقت المحكمة الثمين حضرة القاضي، عندي طلب صغير، أتمنى من حضرتك إعلان قرارك بأسرع وقت.
أستاذ إيشان، أتريد حقاً إطلاعنا على شيء مهم؟ طبعاً لدي شيء مهم جداً لمجرى القضية ولا يجب التهاون فيه أبداً. أعطني دقيقة فقط، سأجري اتصالاً لأطمئن على الشاهدة. دقيقة واحدة فقط لنشوف. حسناً، دقيقتان. شكراً سيدي. ألو موكتي، وين رادا؟ أنا عم استناها بالمحكمة هلا. أخي رادا رجعت على ضيعتها اليوم الصبح، وكان شان راحت وصلتها. ها وأخيرا شرف. إيشان، رادا رجعت على الضيعة. شو القصة أستاذ إيشان؟ شو صار؟ الشاهد قلب ضدك ولا طلع بده مصاري زيادة؟ سيد نيرانجان، يا ريت تلتهي بحالك، مانك شايفني عم احكي مع موكلتي؟ وكونك محامي ما بتعرف انه ما بصير تقاطعني؟ هدوء لو سمحتوا. شكرا حضرة القاضي، ولكن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحاول هؤلاء فعله؟ اعتقد اننا انتهينا من الجلسات وقدمنا كل الشهادات التي لدينا وصار كل شيء واضحا والقضية جاهزة للحكم، ولكن إنهم يريدون تضييع وقتك لا أكثر. حضرة القاضي، لا تسمح لهم. أتمنى من حضرتك إنهاء القضية بأسرع وقت والنطق بالحق. حضرة القاضي، أتمنى أن تأخذ وقتك، هذا القرار يخص أم وطفلها ومستقبلهما أيضا. اليوم هناك أم تقف وهي على وشك الانفصال عن ابنها الوحيد، ومن أجل هذا الاعتبار بالذات أطلب منحنا بعض الوقت. أستاذ إيشان، سنسمح لك بعشر دقائق فقط، بعد ذلك سننطق بالحكم وتنتهي الجلسة، فلا تضيع وقتنا ووقتك. غوراف ورادا، بترجاكم تجوا. أستاذ إيشان، انتهى الوقت الذي منحناك إياه، وأظن أنك أخذت وقتاً كافياً، ولكن للآن لم يأتي أحد، لذا أنا مضطر للنطق بالحكم وإنهاء الجلسة. شكراً حضرة القاضي، هذا كرم كبير من حضرتكم. أستاذ إيشان، رجاءً لا تضيع وقت القاضي ولا تضيع وقتنا معك. حضرة القاضي، نحن جاهزون لحكمك. رجاءً، كل المعطيات لديك، ولم يبقى سوى النطق بالحكم. استناداً إلى الأدلة والبراهين المذكورة في ملف القضية، المحكمة وصلت إلى قرار بوصاية الطفل شوريا سيادة القاضي. انتظر، لا تنطق بالحكم. آسف على المقاطعة، ولكن لقد وصل الشهود. مين هدول كمان؟ شوفي انت شو عم تحاول تعمل؟ ليش طلبت هدول الشهود؟ سيد سامرات، رجاءً روق شوي وأعود. هلأ رح تعرف هن ليش هون ومشان شو، بس يا ريت تقعد محلك وتهدى. شو عم تعملي هون مرت أخي؟ قليلي، أنا عم أسألك، جاوبيني. وأنا عم أطلب منك تقعد شوي لو سمحت، حاول تهدى. هلأ بتعرف، ما في داعي توتر حالك سيد سامرات، رجاءً عد شوي. سيادة القاضي، ممكن نتابع؟ اجلس من فضلك. شكراً سيدي. حضرة القاضي، أطلب الإذن لتنادي الشاهدة لكي تسمع شهادتها. استدعي الشاهدة. شكراً سيدي. أنا رادا أتعهد بأن أقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، رح أدلي بشهادتي قدام حضراتكم. مين هي يا سيد إيشان؟ حيلة جديدة لتقلب الموازين لصالحك؟ مو معقول كيف بتجمع أدلة جديدة كل يوم وبتقدمها للمحكمة.
يا ترى مين بتكون هاي الأنسة؟ أستاذ نيرانجان رجاءً. أنت مستعجل مثل السيد سامرات وما عندك صبر. على مهلك علي شوي شوي، هلا فهمك كل شيء. تفضل ارتاح. رادا ممكن تعرفي عن حالك مرة تانية وقولي لنا مين بتكوني أنت؟ قولي شو ما بدك ولا تخافي، أنت بالمحكمة هلا، يعني ما في أي شيء بخوف. أنا رادا وبكون زوجته لسامرات. لحظة بس، على حسب ما بعرف السيد سامرات والسيدة أورمي ما اتطلقوا لحد هاي اللحظة، يعني السيد سامرات والسيدة أورمي لساتهم متزوجين. ما فهمت، كيف أنت زوجة سامرات وهو متزوج؟ اشرحي لي إياها. أورمي كانت متزوجته لحد مبارح، بس أنا زوجته هلأ. أورمي كانت زوجته لحد مبارح بس أنت زوجته هلأ؟ بصراحة الموضوع معقد بالنسبة لإلي، بس عكل حال يا ريت تشرحي للمحكمة شو هي صلتك بأهل سامرات يا ترى؟ أنا بكون بنت خالة للست كانشان. كتير منيح، بس قديش صار لك مقيمة ببيت السيد سامرات؟ وكمان شو بتعملي هني؟ صار لي شهرين. بصراحة بعد ما توفى أبي بالضيعة أنا صرت عايشة لحالي، لأنه أمي ماتت من وقت ما كنت صغيرة. كرمال هيك اتصلت فيي كانشان لأجي وأقعد معه. طيب أنا آسف لوفاة والدك، ما كنت بعرف إنه متوفي، بس بعد ما سمعنا قصتك منقدر نقول إنه بعد ما والدك مات بنت خالك كانشان جابتك على جانسي مشان ما تبقي لحالك وتدير بالها عليكي، لهيك بلشتي تشتغلي معها بالبيت وتساعديها والكل ساندك ودعمك، صح ما؟ طيب كتير منيح هالشي، بس بعد ما اجيتي على جانسي وعشتي ببيت بنت خالتك اتزوجتي من أصغر ابن بالبيت، يعني من السيد سامرات؟ ايه. بورجيكي. طيب رادا انت بتعرفي انه الرجل المتزوج ما بيقدر ابدا يتزوج مرة تانية قبل ما يحصل على الطلاق من زواجه الاول؟ ايه، كرمال هيك سامرات كان مصر انه يتزوجني بالسر وقال لي اصبري ما تخبري حدا هلأ لأنه رح يعلن عن زواجنا بعد ما يطلق. لحظة لحظة سيادة القاضي، لحظة، هذا الشيء كذب، ما في شيء من هاد أبداً، صدقني. إذا بتريد سيد سامرات بكفي، خليني أعرف أحكي مع الشاهدة براحتي ويا ريت تقعد. حضرة القاضي رجاءً. سيد سامرات إلزم مكانك لو سمحت. شكراً سيدي. هلأ كنتي عم تحكي لنا كيف السيد سامرات تزوجك بالسر. فينا نقول إنه زواجك من السيد سامرات ما كان جدي أو حتى قانوني؟ لا، نحنا سوينا المراسم كلها، غير هيك سامرات وافق أني ألبس طوق الزواج. هيك صار لكان، عملتوا المراسم كلها ومثل ما أني شايف حط طوق الزواج برقبتك، يعني أنتو زوج وزوجي عن جد. اعذريني على سؤالي، بس انتوا الاثنين متفقين مع بعض مثل اي زوج وزوجة، يعني ما هيك؟ ايه. بس في نقطة لازم تتوضح، انه بالرغم من انه السيد سامرات متزوج من السيدة أورمي عاش حياة زوجية مع الأنسة رادا، هذا اذا بيدل على شيء فهو بيدل على شخصية السيد سامرات. طيب رادا، اعذريني بدي اعزبك بسؤال تاني، يا ترى انت حكيتي لقرايبتك عن قصة زواجك السري من السيد سامرات ولا لا؟ لا، وحتى هي ما بتعرف، مع ان بنفس البيت بس ما بتعرف شيء. طيب فينا نعرف منك ليش استعجلتوا بالزواج هيك؟ يعني شو هو السبب يلي خلاكم ما تستنوا لبعد ما يتم الطلاق بشكل نظامي؟ يعني ما بتخيل انك مبسوطة لتتزوجي من حدا بهي الطريقة. لا، سامرات كان بده يتزوجني بأسرع وقت، هو ما كان بده يانا نستنى. محتالة وكلامها كله كذب، عم تبليني فيها، لا تصدقها سيادة القاضي، حاجة ألف قصص عني. ليش؟ ليش عم تقول هيك سامرات؟
يعني أنا عملت شي غلط معك؟ سكتي، حاجة حكي بقى، حاجة ألفي قصص عني، ما رح أسمح لك أبداً تشوهي سمعتي بهالطريقة. سيد سامرات اهدأ واجلس لو سمحت. حضرة القاضي، كيف بدي اسكت وهي عم تتبلاني؟ لو سمحت اهدأ، دعي الشاهدة تكمل كلامها. رح نعطي القاضي 5 ملايين مشان يحكم لصالحنا، ما تاكل هم الوصاية إلك، ما في مجال. سيد سامرات اجلس لو سمحت. شكراً حضرة القاضي، أنا بعتذر عن تصرفه معك، بس هذا هو سامرات، ماشي؟ وهلأ بدي تجاوبيني على سؤالي لآخر مرة وتوضحي كلامك لهيئة المحكمة. أنت عايشة حياة زوجية طبيعية مع سامرات؟ مظبوط؟ شكراً إليك رادا. سيدي القاضي، هذه هي حقيقة سامرات سينغراثور بالكامل، وهذا يثبت لحضراتكم أن سامرات تلاعب بعواطف رادا حتى أنه استطاع أن يوهمها بالزواج، مع العلم أنه ما زال متزوجاً، وحسب أقوالها هما يعيشان تحت سقف واحد مثل أي 2 متزوجين. مثل على هذه الفتاة البسيطة ليتمكن من الوصول لغايته كما يريد. سيدي، السيد سامرات ومحامي حاولا بأي طريقة تشويه سمعة موكلتي والتقليل من شأنها، ولكن الحقيقة كانت أن هذا الإنسان سيء جداً، حتى أنه ليس لديه مانع من فعل أي شيء مقابل الوصول لغاياته بالطريقة التي يريدها. لهون وبس بكفي حاجة مسخرة. صحيح هو بيكون محامية لأورمي، بس ما بيحق له أبداً يحكي علي وعلى تصرفاتي بنوب، هالشي ما بسمح فيه. شو؟ هذا بيكون محامي أورمي؟